ده ايه ده؟ دوحة حسام اللي جابك هنا يا بت؟ صحيح مشير الحي يتلاقى، بس ده اذا فضل حي على طول. انت بتراقبني ولا ايه؟ ايه سمعيني كده تاني عشان سمعت ايه؟ انت بتراقبني ولا ايه؟ اراقبك يا بت، ده انت تافهه يا بت. ده انا حسام بيه اراقبك انت؟ اتكعبلت فيك كده بالصدفه ونازل من على السلم، بس سبحان الله جيت في وقتك. انا بصراحه كنت محتاج واحده زيك. نزل ايدك، قطع ايدك. انت بتتكلم مع ست محترمه ومرات راجل محترم، مش زي الاشكال اللي انت بتعرفها. فاكر ولا فكرك؟ احترم نفسك يا توحه ولم نفسك. لم نفسك انت، انت بتتكلم مع ناس محترمين ولا ايه؟ بطلت تتعامل مع ناس محترمه. اوعى بقى تفتكر عشان موجوده وسط الفندق مش هعرف اعمل معاك الصح. لم نفسك ووطي صوتك يا حيوان. ايه دي يا حسام بيه لو سمحت؟ اهدى ايه يا زفت؟ انت بتهدى، انت سامع ايه وبتكلمني انا؟ واحدة شمال ومدوراها هنا في الفندق، ده انا اقفلها لكم. يا سافل يا حقير، لما تتكلم مع اسيادك تتكلم باحترام، انت فاهم ولا هو ما فاهمك؟ مدام لو سمحت يا دي، احنا عاوزين نلم الموضوع، ناس بتتفرج عليكم. اهدى، ده ايه؟ مش سامع بيتكلم ازاي؟ بيتكلم مع اسياده ازاي؟ يا بت لم نفسك يا توحة، ده انت ملفك عندي في كلية الآداب. قطع لسانك يا حقير يا سافل، انا دلوقتي هطلع اعمل لك محضر عشان كنت بتتعرض لي وبتتحرش بيا. يا حسام بيه لو سمحت، ممكن نتفاهم بره الفندق احسن من كده؟ بره ايه؟ انت تخرجني عشان واحده زي ديت؟ اه عينك. واحده زي دي يا سافل يا واطي، لم لسانك لاحسن وعزه وجلال الله، لا اكون حبساك ومدخلك تنام على البرش اللي لادي. يا مدام لو سمحت، انا هعمل لك محضر سب وقصف والفندق كله شاهد وشايف. ماشي يا توح، انت اللي جبتي لنفسك. رجاله ما تجيش غير بالسك، كان لازم اديك على نفوخك عشان تتعدل.